دكتور حمدي بصفتك باحث في السياسات والنظم السياسيه، اين هي مكامن الخلل؟ واش في الاستراتيجيات اللي كتنهجها الدوله؟ واش تدابير البروتوكول اللي استرات وزاره الصحه الاستفاده من الكشف والعلاج؟ واش كاين الخلل في يعني في التواصل مع المواطن، او لا تهاون ديال المواطن هو السبب؟ هاد الخلل فين كاين؟ هاد الشيء اللي قلتيه كله كاين. كاين خلل عند المواطن اللي ما كيحترمش الاجراءات الحجيزيه. والا المواطن ما احترمش الاجراءات الحجيزيه، واخا نديروا اللي درنا ما عمرنا غادي نتحكموا في الوباء، هذا يستحيل. الا المواطنين احترموا الاجراءات الحجيزيه ماشي بالضروري غنتحكموا في الوباء غير بالاحترام، لا خصهم يحترموا وخصنا نوفروا حوايج اخرين، منظومه صحيه فعاله اللي كتابع. الاولى عندنا خلل في التواصل، الناس اعتقدت بانه المغرب انتصر على انتصرنا في المرحله الاولى وحققنا نتائج ايجابيه، ولكن المواطنين اعتقدوا على انه ملي ترفع الحجر الصحي رحنا انتصرنا انتصار نهائي، علما اننا كنا كننبهوا بان هذه واحد المقابله فيها عده اصوات، الا ربحنا الصوت الاول بقي تبعنا اصوات اخرى. كاين خلل كذلك في بالنسبه للمنظومه. انا اعطيك مثال، شنو المشكل ديالنا اليوم في الحالات اللي في المغرب؟ هي الحالات ترتفع، اللي كترتفع كاين بزاف، الوفيات كاين بزاف. اولا الحالات كترتفع لاننا حنا ما كنديروش الاجراءات الحجيزيه، هذا الاول، اذا غادي يرتفع الحالات. الحاجه الثانيه هو انه ملي الانسان كيمرض بكوفيد كيخصنا نضبطوه، يعني نعرفوه في اقرب وقت ممكن باش يمكن لنا نعزلوه ونعالجوه، وثانيا باش نعرفوا المخالطين ديالو. الا كنا ما كنوصلوش لهذا المواطن بهذه السرعه هذه، ما كنوصلوش الا متاخرين 9 ايام و10 ايام وبكثر من هذا الوقت هذا، اولا هو غادي يمشي للانعاش لان الحاله ديالو غادي توصل ما غادي يعرفش راسه بكوفيد الا حتى كيوصل للانعاش، وثانيا الحالات بدل ما كنا واحد الانسان واحد وعنده 10 او 20 مخالطين، غادي يكون عندنا واحد الانسان واحد وعنده 600 و700 مخالطين، لانه المخالطين ديال المخالطين ديال المخالطين. الحل شنو هو؟ الحل اولا يمر عبر احترام للاجراءات الحجيزيه من طرف المواطنين. بدون احترام الاجراءات الحجيزيه يستحيل نقضيو على الوباء، حتى النهار اللي غادي يجي اللقاح غادي نبقاو محتاجين الاجراءات الحجيزيه واحد المده كبيره. الاولى. الشيء الثاني شنو هو؟ يخصنا نوصلوا جميع الدول، نعطيك مثال مثلا فرنسا باش تعالج المشكل ديال هذا الخلل ديال التاخر، انهم كيقولوا المواطن، اي مواطن ما يتسناش يمشي عند الطبيب، اي مواطن حس شك براسو يمشي يدير التحليله ديالو ولاسيورونس غادي ترد ليه فلوسه بدون ما تكون عنده الوصفه ديال الطبيب. فرنسا كذلك قرروا على انه هذيك لومبيلونسي اللي كيصوب لومبيلونس اللي مع لومبيلونس البوليسي كيمكن له يدير ان بريليفمون ديال كوفيد. علاش؟ باش نوصلوا الناس اللي عندهم الحالات بوزيتيف اقرب وقت ممكن. في المغرب شنو المشكل اللي عندنا؟ في المغرب عندنا الاف ديال الناس كل نهار بحال اللي يهضر دكتور الاديب، عندهم سخانه عندهم كحبه كيمشيو للطبيب ديالهم. الاطباء القطاع الخاص هما كيشوفوا الناس اللي عندها التغطيه الصحيه في المغرب، 95% ديال المواطنين المغاربه اللي عندهم التغطيه الصحيه كيمشيو للقطاع الخاص، 5% فقط اللي كيمشيو للقطاع العمومي. هاد الناس اللي عندهم سخانه عندهم الكحبه عندهم الاسهال عندهم الالام عندنا الشك بان عندهم كوفيد كيمشيو للقطاع الخاص. مع الاسف القطاع الخاص ما عندكش الحق، يعني خصك تصيفطوا للمركز الصحي او تصيفطوا تقولوا سير عيط في التليفون الرقم ديال 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 كوفيد. هذا الوقت هذا كيكون يعني اولا ضاع وزيدنا عطلنا، وكاين المريض اللي غادي يمشي يتصل كاين اللي ما غيتصلش شيء، وهذا المريض اللي مع الاسف الناس اللي عندهم الاعراض هما الولا اللي كنقلبوا عليهم باش من خلالهم كنعرفوا المخالطين. حنا مع الاسف ملي الاطباء القطاع الخاص ما كيتمش الاشراك ديالهم في المنظومه ديال الكشف على الوباء، اش كيوقع؟ هما انه الاف ديال المغاربه كل نهار اللي عندهم اعراض ديال كوفيد وعندهم الشك ديال كوفيد وكيمشيو الاطباء، ما كنتكلمش على المواطنين اللي ما كيمشيوش الاطباء حيت ما عندهمش الولوج الى العلاج، كنتكلم غير بعدا على هادو اللي جاوا. هادو اللي جاوا كان الممكن نعرفوا راه عندهم كوفيد. مع الاسف ما كنقدروش، المنظومه الصحيه ما تقدرش، لانه مفروض خصهم اللي كيجي عندك مفروض خصو يكون عندك واحد الورقه كتقول له خصك تمشي دير التيست ديال كوفيد ويديروا ويجاوبوك المنظومه الصحيه. هذا الشيء ما كاينش. الا ما كاينش قداش في العمومي خصو يكون في القطاع الخاص. مع الاسف كاينه واحد 12 ديال المختبرات القطاع الخاص اللي كدير كوفيد، وهذا عدد قليل جدا. اليوم كيخصنا المختبرات في القطاع الخاص خصها تفتح ليها المجال باش دير تيست ديال كوفيد. كيخصنا الاطباء القطاع الخاص يتم الاشراك ديالهم ماشي
يصيفطوا الناس للمركز الصحي، والمركز يصيفطوا التليفون، والتليفون يصيفطوا المستشفى. كيخص مباشره الاطباء في القطاع الخاص يكون الاشراك ديالهم في الكشف.